بداية، أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة للقوات العسكرية في تيباتول بالنيجر وخلف عشرات القتلى والجرحى. وأعربت الجزائر في بيان للخارجية عن تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر وشعبها وتمسكها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد. المصدر ذاته أضاف أن الجزائر تطالب المجتمع الدولي لتكثيف التعاون والتنسيق الجهوي والدولي لمكافحة الإرهاب الذي يعرقل جهود إرساء الأمن والتنمية في منطقة الساحل وفي القارة الإفريقية.